حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي الجائزة، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، مشاهدين الكرام عبر قنواتنا الرياضية الوطنية والعربية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة نلتقي في كل عام في وطن الإبداع كي نحتفي بالمبدعين الرياضيين من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم أجمع، الذين سطروا أسماءهم في سجلات الإنجازات الكبيرة واستحقوا التكريم في الدورة العاشر لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. حفلنا هذا العام أيها السادة والسيدات يتزامن مع عام التسامح، التسامح الذي يعد من أهم سمات دولة الإمارات وتميزها بين الأمم، فما أجمل أن يرتبط الإبداع بالتسامح. ويسرني الآن أن أدعو النجم المصري الكبير محمد صلاح لإلقاء كلمة المكرمين.